قاعد بالبيت ما عم تعمل شيء، ما لك ليدة تطبخ ولا تطلب. حنعمل اكله بثلاثة ايتم، بثلاث منتجات بس. جاهز؟ يلا قوم، يلا ليتس جو. هلا خلينا نقول لك شو بدنا نعمل. وانت وقاعد بالبيت قوم تسلي، شيل صدرين دجاج. شو اول شيء ثلاث منتجات. هيدا طحين، دقيق ونشا، بنحط لكم الوصفة. هيدي السوبر ماركت، كيس تامبورا جاهز، بودرة التامبورا جاهز، بس بحط عليه شوية حليب وخلصت القصة. ودجاج صعبة؟ طلع شوية بهارات هيك شوي تعطي طعمة، تعطي طعمة طيبة. ملح بس، قول ثلاثة هيك صعبة؟ يلا شوف كيف قطعنا الدجاج. غطسها شوي بس مشان تثبت. مثلا شوف اللون، شوف اللون، شوف الكريسبي. مثل ما شفت هاي هي اكلتنا، بس خلص فيك تخدم مع اي صوص، فيك سبايسي، فيك باربيكيو، فيك تخدم مع الرانش، فيك تخدم مع السيزر. شوف شوف.